أقامت سفارة مملكة البحرين في العاصمة الأمريكية واشنطن حفل الإفطار السنوي بدعوة من سفير مملكة البحرين في الولايات المتحدة الشيخ عبد الله بن راشد الخليفة، وقد حضر الإفطار الرمضاني عدد من الشخصيات الأمريكية البارزة على الساحات السياسية والدبلوماسية. إفطار رمضاني سنوي دعت له سفارة مملكة البحرين في الولايات المتحدة تحت شعار التعايش والحوار بين الأديان. الإفطار الذي أقيم بمعهد الشرق الأوسط للدراسات في واشنطن حضره سفير مملكة البحرين في الولايات المتحدة الشيخ عبد الله بن راشد آل خليفة، الذي ألقى كلمة أكد فيها حرص المملكة على قيم التعايش السلمي بين الأديان والمعتقدات باعتباره ركيزة لتطور ورخاء المجتمعات. في أول إفطار لي هنا في واشنطن ركزنا على الحوار بين الأديان ثم الحوار بين المذاهب في العام التالي، ملقين الضوء على مفهوم التعايش الذي لا يزال ضروريا إلى يومنا هذا، وفي الحقيقة هو مفهوم أساسي بالنسبة لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة الذي لطالما اعتبره أولوية. ومع احتفالنا باليوبيل الفضي لحكم جلالة ملك البحرين نذكر بإبراز جلالته لهذه الأولوية، وبالتحديد في إعلان البحرين والذي أكد فيه أن الشرق الأوسط هو المكان الذي شهد ميلاد الديانات الإبراهيمية الثلاث. الإفطار كان فرصة لإلقاء الضوء على ظاهرة الجوع في العالم وكيفية مواجهتها، خاصة في مناطق الصراعات مثل غزة، واتفق الحضور على أن التعايش بين المعتقدات وإنهاء الصراعات هو أفضل طريق للقضاء على الجوع في العالم. البحرينيون يستضيفون هذه الأمسية، ونحن محاطون بهذه الأعمال الفنية الرائعة لفنانين بحرينيين، وأعتقد أن البحرين تعيش كمثال لمفهوم التعايش، ونحن نتشرف كثيراً بوجودنا هنا مع أصدقائنا البحرينيين ومع السفير البحريني. يعني هذا بداية شهر رمضان، ورمضان كريم للجميع، وهذا شهر يعني خير وشهر بركة وشهر سلام. ويعني الإفطار اليوم هو كان رسالة تعايش، رسالة إغاثة المحتاجين، إغاثة يعني الذين عم يعانوا بالأخص في قطاع غزة. اليوم هذا الإفطار فعلا كما ذكرت إفطار متنوع وواسع الأفق، حقيقة ناقش كثير من القضايا، قضايا الجوعة، قضايا السلام، قضايا أهمية حوار الأديان، أهمية الحوار، وأيضا قضايا العيش والتعايش السلمي. هذه كلها مفاهيم مهمة جدا كما ذكرت أنها نوقشت من خلال هذا الإفطار، ووجدت تفاعل كبير من الحضور النوعي الذي حضر هذا الإفطار. لقد كانت البحرين دائما ملتقى الطرق للناس من جميع أنحاء العالم، وأنا أثني على السفير لأنه جمعنا معا للوصول إلى فهم أفضل لما يمكن أن يفعله كل واحد منا لجعل العالم مكانا أفضل. شكرا للبحرين. بحرين. الشيخ عبد الله بن راشد الخليفة عرف في هذه المدينة بأنه رجل يجمع أهل الأديان وأهل الثقافات في مكان مثل السفارة البحرينية للتعارف والتشاور والتعاون. وشهد حفل الإفطار تكريم عدد من الشخصيات التي لديها إسهامات في قضايا التعايش بين الأديان ومحاربة الجوع، وكان من بينهم الطاهي الإسباني خوزي أندريس، مؤسس المطبخ المركزي العالمي، الذي ألقى كلمة ملهمة عن ضرورة المشاركة في حملات محاربة الجوع في العالم. الإفطار السنوي لسفارة مملكة البحرين في واشنطن هو تجسيد لحرص المملكة على التعايش والتقارب بين المعتقدات المختلفة، كما يعد تأكيداً على إعلاء المملكة لقيم التسامح والانفتاح بين الثقافات. رامي جبر، تلفزيون مملكة البحرين، واشنطن.